ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا مواليد برج القوس. مواليد برج القوس النهاردة ان شاء الله ميعادنا مع قراية شهر سبتمبر شهر 9، وعذرا على التأخير، كنت بمر بوعكة صحية. دعواتكم ليا بشفاء يا برج القوس. بسم الله. هعمل قراية، شوف الطاقة بتاعتك وطاقة الشريك الفترة اللي جاية دي ان شاء الله فيها ايه. وحبايبي لو كنت حد جديد معانا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم بإشعار، ولايك وشير علشان كل مواليد برج القوس تشوفوا الفيديو. وهعمل لكم محفظة في القوائم، هتلاقوا قائمة بتاعة شهر سبتمبر فيها كل الفيديوهات الخاصة بالأبراج الشهر ده. يلا نبدأ. بسم الله. نيتي اسحب اول كارد لطاقة مواليد برج القوس. بسم الله. نشوف الطاقة بتاعتك. كارد الشاكرا الستة طلع لطاقة مواليد برج القوس. والشاكرا السبعة الستة هنا، الشاكرا الستة لرئيس الملائكة ميتاترون، بتدل على التفكير بوضوح، او هي الخاصة بالتفكير الواضح. الشاكرا دي اللي هي شاكرا الحاجب او العين، او اللي هي العين الثالثة، شايفينها كده اهي، بصوا في الكارت اهي. الشاكرا الستة دي خاصة بالافكار، خاصة بالبصيرة، وكأنك الفترة الجاية هيكون التفكير عندك واضح جدا، هيكون مستقيم، كل حاجة هتبان لك بوضوح وبمنظور أوسع. البطاقة هنا بتقولي ان انت حتى نظرتك هتبقى أكبر. يعني كنت الأول ممكن تكون بتشوف الأمور بطريقة يعني من بره كده، لا كده هتشوف الأمور بنظرة أعمق. هيكون عندك تطورات جديدة في حياتك، أي غيوم أو أي ارتباك في حياتك بيتلاشى، لأن كل حاجة الفترة الجاية هتبقى أوضح. كمان بداية جديدة لطريقك، تطور من نفسك، تطور من حياتك، كأنه حان الوقت ان انت تركز رؤيتك الشخصية على السنين اللي جاية، وتبدأ ترتب أمورك من تاني، وترسم لنفسك صورة واضحة لحياتك اللي جاية. ترتب نفسك بقى وتحط كده النقط على الحروف في حياتك علشان تبدأ بداية جديدة. حتى لو كنت انت الفترة دي او الفترة اللي فاتت في حالة من الفوضى، دماغك مش مركزة، عقلك متشتت، لا شايفة الفترة الجاية ان شاء الله اتجاهاتك الشخصية هتبقى واضحة، وهيبقى عندك هدف معين في حياتك، في الشغل، في العمل، في الدراسة، في الحب. شايفاك بترتب امورك، شايفاك بتشيل الغمامة من على عيونك، والمدارك عندك بتوسع، بترتب حياتك للعيشة اللي انت عايز فعلا تعيشها، وتبقى هي دي حياتك في المستقبل. كمان شايفاك بتخرج من اي حاجة قديمة سامة، وبتبدأ يعني تدخل في نمط تفكير جديد، سواء كانت العادات السامة دي قلق، شك، بتنتقد نفسك في حاجة، كل ده شايفة بينتهي. شايفة رؤيتك أوضح كمان، حتى صحيا هتبدأ تنظم نفسك وحياتك اليومية. والكارت كمان يعني بينصحك أو بيقولك إن أنت المسؤول عن أي حاجة تخصك، أنت المسؤول عن الوضع اللي أنت عايز توصل له وتبقى فيه. كمان حاول ان انت الفترة الجاية دي تعمل تأمل، وتكون كده ايه، يعني تحاول تهدي اعصابك. التأمل اللي هو تقعد في مكان فيه طبيعة، فيه هدوء، وتتأمل السماء، تتأمل الخضرة، تتأمل المية لو قدامك بحر. اعمل تأمل، في التأمل نفسه لوحده عبرة، يعني بيريح اعصابك، بيريح نفسيتك، بيخليك ترتب امورك تاني وترتب تفكيرك، تفصل عن كل حاجة بقى، موبايلات وسوشيال ميديا وكل حاجة، وتقعد مع نفسك ان شاء الله يعني نص ساعة كده من غير اي حاجة، تفصل عن الدنيا بحالها وتعمل التأمل.
هتلاقي امورك بقت احسن وافضل. ويفضل كمان ان انت تاخد شاور ميه بملح، الملح الصخري، وتعمل بعدها التأمل. الله، يعني بيخرج من جسمك اي طاقة سلبية، وكمان ذهنك بيكون صافي. دي نصيحة كارت الطاقة لمواليد برج الأوس الفترة دي. طيب تعالى نشوف شريكك بقى. بسم الله، هنشوف شريك برج الأوس أحوالك، أحواله إيه، الطاقة بتاعته إيه، أو بيفكر في إيه. شريك برج الأوس، نسحب كارت. فيرست شاكرا. طيب طاقة الشريك برضو خاصة بالشاكرات، ودي أول شاكرا خاصة برئيس الملكة ميخائيل. والشاكرا دي بتدل على الاستقرار وعلى الأمن. الشاكرا دي أصلا مكانها موجودة في قاعدة العمود الفقري، وده المكان اللي بتكون فيه الطاقة الخاصة بينا. طيب الكارت ده معناه ايه؟ معناه ان الشخص ده اذا كان بقاله فترة بيواجه مشكلات خاصة بالامان، وخاصة في الماضي ان هو مش حاسس بالامان، مش حاسس بالاستقرار، الامور معاه مش مظبوطة، فبدأت اموره تتحل، وبدأت التحديات اللي كان بيواجهها في الوقت الحالي ده برضو تبقى احسن وتتحل معاه. هيبدأ يحس الفترة دي باستقرار شخصي، وانه قادر ياخد اي اجراء في حياته، وانه قادر يمشي لقدام ويكمل في طريقه. وهتلاقي الشريك ده او الشخص ده الفترة دي عنده ثقة بنفسه قوي، وشخصيته اقوى، وحاسس بالامن، وحاسس بالامان، وحاسس ان الدنيا كلها بدأت تتحل معاه. لو في عنده اي مشكلة بتواجهه، لو كان معاه مشكلة معاك وكان حاسس من ناحيتك بعدم الامان، فلا، هيبدأ يحس معاك بالامان، هتبدأ الامور تتحل معاه، وهيبدأ يحس بالاستقرار الشخصي والذاتي في كل حاجة بقى. فالشخص ده على ما يبدو ان هو كان الفترة اللي فاتت مش حاسس بالامان، مش حاسس بالراحة النفسية، لا، الامور عنده دلوقتي بتتحل وبتبقى افضل من اي وقت فات، وحاسس بالامان من ناحيتك، يعني حاسس بالاستقرار والامن والامان من ناحيتك انت يا برج القوس. فانتوا الاتنين الشاكرات بتاعتكم ظاهرة بقوة. طب تعالوا نشوف بقى الكروت هتقول لنا ايه. خلي دول هنا. بسم الله. برج القوس شهر سبتمبر، ان شاء الله يا رب قرايتك تكون خير. خلي الكروت كده عشان تشوفوها كاملة. برج القوس، خليني بداية اقول لكم الابراج اللي ظاهرة قدامي. عندكم برج السرطان والعقرب والثور والحمل والأسد والميزان و الحوت، انا باخد لكم كمان من اسفل الدك، والجدي والعذراء. طيب
برج ال برج القوس بداية كده في أمر شاغلكم خاص بعمل، شوفوا هي أصلا القراية عاطفية، بس أنا هقولكوا الأول الموجود في أسفل الدك، في حاجة خاصة بالعمل أنت قلقان وشايل همها، بس ما تقلقش عندك إمضاء عقد جديد وعندك شراكة لصالحك، وفي فرصة حلوة، وفي حد كبير هيساعدك فيها، في شخص هيساعدك في حاجة خاصة بالعمل، مشكلة خاصة بالعمل، وإن شاء الله تتحل معاك على خير. طيب تعالوا بقى ندخل في القراية العاطفية. برج القوس، أنا شايفة علاقة منتهية كنت متربط فيها، الأمور عندك كانت واقفة وكنت حاسس بتربيطة وتأييدة في علاقة معينة، وشايفة كنت متعلق بحد، وخاصة لو اللي بيسمعني ولد، يعني في حد، في أنثى كانت متعلقة أو أنت متعلق بيها، وقاعد بتفكر وحزين قوي عليها على ما يبدو، انه شريكك بقى عموما، يعني انا شايفة في حزن من برج القوس على شخص سابه، والشخص اللي سابك ده على فكرة شخص مخادع، بصوا كده السبع سيوف، اداك سبع سيوف في ظهرك ومشي، الشخص ده مخادع، مش عارفة ليه حظك كده يا برج القوس، دايما يعني يطلع لك في الورق بتاعك في حد مخادع في حياتك، انت قلبك طيب جدا واي كلام بيتقال قدامك انت بتصدقه، ولكن انا شايفة فعلا في حد مخادع، وعلى ما يبدو ان في بينكوا انتوا الاتنين اختلاف في ثقافة، في بلاد، يعني كأن انت مثلا من ثقافة وهو من ثقافة تانية، انت من بلد وهو من بلد تانية، في اختلاف وفرق بينكوا، وعلى ما يبدو ان الشخص ده مبسوط ماديا، بصوا كده الكينج اوف بنتكل، ملك النقود، الشخص ده عاشق للفلوس، مادي جدا، ودايما على فكرة الشخص ده دايما يطلع لك، وده اكبر دليل ان انت لسه بتفكر فيه، والشخص ده موجود في الهالة بتاعتك يا برج القوس، ولكن انا شايفة الفترة الجاية دي خروجه من حياتك، يعني كأنه كده ربنا هيخليك تنساه ويطلع من حياتك، الشخص ده انا شايفاه مشي وارتبط بحد تاني للبعض، لانه انا شايفاه حطك في مقارنة بينك وبين حد تاني، واختار الحد التاني، وعلى فكرة ده لصالحك انت، يعني صحيح انت زعلان ومتضايق ان الشخص ده سابك، وانت كنت متعلق بيه فعلا لان انت حبيته بصدق وبإخلاص، ولكن الشخص ده فعلا مخادع وحطك في اختيار مع حد تاني، واختار بالفعل الحد التاني، ولكن انا عايزة اقولك انه ده كان لمصلحتك انه مشي، وانت على فكرة بتتابع اخباره وهو بيتابع اخبارك، شوفوا رغم انه هو مشي، مشي رحل، بصوا كده 7 اوف كاب، الشخص ده رحل الا انه بيتابع اخبارك، سامع عنك ان انت في مكان او في سفر، وبيتابع من بعيد، بيراقبك يعني، وبيحاول يعرف انت فين. الفور اوف كاب، الشخص ده بيتابع كل حركاتك وزعلان، يعني بيقعد يفتكرك ويفكر فيك، فمشاعره كلها بتتوجه لبرج القوس، وحاسس بمسؤولية تجاه العلاقة بتاعتكو، رغم انه مستهتر اساسا، ورغم انه ساب العلاقة ومشي، بس تحسه كده يعني بيفكر فيك على طول، رغم ان معاه حد جديد، لان انت ما خرجتش من حياته. عايزة اقولك انه انت منصور يا برج القوس، 6 اوف وانز، في عندك حاجة فيها نصرة ليك، في تعويض ليك من عند ربنا، اذا كنت اللي بتسمعيني انثى،
فالشخص ده شايفك ازاي؟ شايفك حد جميل جدا وحد مهتم بنفسه جدا، وانتوا اصلا كأنكوا الفترة دي بقى ست او راجل، كأنكوا بتعملوا حاجة في شكلكوا، بتعملوا نيو لوك معين، بتهتموا بحاجة في نفسكوا. شايفاك الفترة دي بتغير من نفسك وبتغير من ستايلك، و بتخرج من المود اللي انت فيه. كمان الشخص ده شايف برج القوس في طاقة ذا امبرس، شايفك حد كريم، شايفك حد يعني وسيم، حد مكانته عالية، حد ليه وضع وستايل خاص بيه. و ذا امبرس هنا ده بيسيطر عليه كوكب فينوس، كوكب الحب والجمال، يعني هو شايفك احلى من كل اللي قابلهم، سواء اللي بيسمعني يعني بنت او ولد مش مهم التقاط خالص، بس هو شايفك حد جميل جدا. مهما قابل حلوين في حياته فشايفك انت الاجمل، مهما قابل ناس كريمة شايفك انت الاكرم، مهما قابل ناس يعني يحاول يقتنع بشخصيتهم الا ان انت برضو اللي في القلب، يعني اللي في القلب في القلب يا برج القوس. الشخص ده بيقعد نادم، بيفكر كده، بيقعد يفكر على كلام قاله لك، على معاملة وحشة عاملها لك، على حاجة حصلت بينكو كان هو الغلط فيها. و على ما يبدو كده انه انا شايفة كده انه العلاقة دي كانت اون اوف، ومش اون اوف مرة ولا اتنين، لا ده اكتر من مرة، وكأن انت اديت له يعني اكتر من فرصة وساعدته ان انتوا ترجعوا تاني لبعض وان الامور تمشي، الا ان برضو الشخص ده مخادع، شخص مخادع، قال كلام ما وفاش بيه. شخص هراب، هرب من العلاقة، هرب، يعني كأنه انت اديته فرصة مرة واتنين وتلاتة ولكن اللي فيه فيه. فالشخص ده ما يغركش شكله، هو بيحاول يتظاهر انه يعني كويس وان الامور ماشيه معاه، الا انه بصراحه انا شايفه قدامي ان الامور مش ماشيه معاه خالص. اه هي تبان كده لكن هي غير كده. والاحداث مش بتتحرك بسرعه، وكأن برج القوس قاعد منتظر وفي حاله من الصبر. وانا شايفه برج القوس قدم، بصوا كده ذا هانجد مان، شايفاك قدمت تضحيات كتيره قوي في العلاقه دي وما شفتش منها اي نتيجه، والامور مش ماشيه على ما يرام، كانه العلاقه دي كل مره تحبطك، كل مره تضايقك، و بتحاول انت تشوف الـ الامور اللي بتحصل معاك من منظور جديد او من زاوية جديدة، وبتحاول تسأل نفسك عشان تغير من العلاقة دي، الا ان انت ما يعني برضو ما عرفتش تاخد حاجة من الشخص ده، يعني ما خدتش منه كلمة حتى. شخص مش ملتزم، شخص تقليدي، متأخر في كل حاجة، انت بتدي وهو بياخد بس في العلاقة، مش شايفاه ادى فيها خالص، انت اللي بتدي فيها. فالشخص ده انا شايفه له يعني خروج بلا عودة كده، رغم ان هو بيفكر فيك، يعني برضو انا شايفاه مش مستريح حتى هو مع شخص جديد. لكن انا شايفه لبرج القوس اكتمال في امر معين، نجاح وفرحة قريبة ليك. بصوا كده كارت ذا وورلد، كارت ذا وورلد، اكتمال أمر، فرحة ليك إن شاء الله. أمورك هتمشي على ما يرام. كارت ذا وورلد ده بيتحكم فيه كوكب زحل، وزحل ده كوكب القرارات والعمل الجاد والنجاحات. والكارت ده يعني بصوا من إيجابية الكارت ده، عشان كده أنا يعني
شايفه في خير كتير جاي لك من اجابات الكارت ده. الكارت ده اصلا كارت من كروت اركانا الكبرى، كارت ايجابي جدا. الكارت ده هنلاحظ كده في كل العناصر، الكؤوس والصولجانات والخماسيات والسيوف والاربع علامات الثابته للبروج، اللي هو الهواء والارض والنار والماء. كوكب مشتمل على كل حاجه، سوري، كارت مشتمل على كل حاجه. الكارت ده بيقول لك يعني عندك انتصار واكتمال في حياتك، وفي فرحة جاية لك وسعادة كبيرة يا برج القوس، وعوض من رب العالمين في حياتك عموما، مش في الحياة العاطفية بس. كأنك في قرار أو فرصة مستنيها تظهر في حياتك، هتظهر قريب جدا وهتكون لصالحك. أوراق هتخلص لصالحك، علاقات عاطفية جديدة هتدخل حياتك هتخلص لصالحك. احتفالات، كأنه في حفلة عندك أو هتسمع عن حفلة تخص حد من قرايبك، كأنه مستني سفر، هيجي لك سفر. نفسك يبقى عندك بيت في يوم، هيبقى عندك. عايز تحقق هدف مالي أو منصب جديد أو ترقية، هيحصل إن شاء الله. في الحب عندك سعادة وعندك فرحة وعندك علاقة مرضية، يعني كأن ربنا هيعوض عليك بحبيب علاقته هتكون مرضية ليك يا برج القوس، هتفرح وهتفرح من قلبك، وأمورك هتمشي. استعد وامشي لقدام، ما تبصش وراك، اتمسك بطموحك وخليك ماشي بتتحكم في حياتك، مفيش حد يسيطر على زمام أمورك، وأمورك هتمشي زي ما انت عايز وأكتر كمان. الأمور العاطفية هتبدأ يعني فيها انفراجة ليك ان شاء الله، فتفائل خير، لان انا شايفة ان شاء الله كروتك ان شاء الله فيها خير. الشخص ده اللي سابك ده عنده توتر وصراعات في حياته، توتر وصراعات سابك، بس هو اللي متربط معاك في العلاقة برضو بالتفكير، فيعني ما تزعلش، هو مش مبسوط ومش فرحان مش سعيد، بس بيحاول يظهر كده، يلبس يتشيك يبين على السوشيال ميديا انه هو مستريح، ولكن العكس تماما. الشهر ده ان شاء الله كمان عندكم فرص حلوة لشغل، هتقدر تستفيد من علاقات مع ناس مسؤولين او اشخاص على مستوى، عندك شغل جديد او مشروع جديد. الناس اللي في شغل اصلا عندهم ترقية او منصب، اللي بيدوروا على شغل هيتوفقوا، بس تنتبه ما تعملش اي مشاكل مع المسؤولين او تخالف قوانين يا برج القوس. كمان في ناس بتجيب في سيرتك من وراك الشهر ده، يعني لا تبالي ليهم يا برج القوس، اهم حاجة ان انت تكون ماشي صح. البعض ممكن يحصل عندهم مشكلة مع أحد المسؤولين ولا حاجة، ف يعني عشان كده بقول ناخد بالنا. البعض القليل كمان، يعني إن شاء الله ما يحصل ولا يكون. عندك مناسبات حلوة الشهر ده كمان، في فرص جديدة لو بتدرس أو في عندك سفر ان شاء الله، في فرص جديدة، عندك حاجة خاصة بالفلوس، حوالة بقى مالية، بيت بتبيعه وبتشتريه، في حاجة خاصة بالفلوس، في ناس بتدعمك، وعندك حاجة ان شاء الله يعني كأنه هيسطع نجمك فيها، وأمنية ليك هتتحقق، وأي مساعدة هتطلبها من أي حد الفترة دي شايفاها ان شاء الله يعني بتبقى يعني بيساعدك، لو طلبت مساعدة من حد هيساعدك. وخاصة كمان يعني عندك فرص حلوة قوي في الحب، في علاقات مهمة، في ناس بتتقرب منك، في علاقات جديدة هتدخل حياتك، بس ده هيكون شخص جديد وشخص بعيد يعني مش في المحيط بتاعك، فاستفيد وحسن علاقاتك مع الناس حواليك. وفي فرصة كبيرة للبعض منكم في الارتباط الشهر ده ان شاء الله، في فرصة كبيرة حلوة ان انت ترتبط بحد.
فحاول انت الشهر ده بقى يعني نصيحة القرود تثبت نفسك للناس حواليك، وان شاء الله هيكون شهر مرضي ليك يا برج القوس. طب خليني اخد لكم كروت الرومانس، بسم الله نشوف كروت الرومانس هتقول لنا ايه. سوري، كروت الملائكة الاول وبعدين اخد لكم كروت الرومانس. نسحب 3 كروت، ممكن ناخد كارت ذهبي. اوكي، حطوا بقى سؤال في دماغكم كده، تعالوا نشوف اجابته ايه. الله، طيب بص يا برج القوس، خليني اقول لك يعني في حاجة قلقاك، بس كارت بيقول لك no need to worry، ما تقلقش، وفي حاجة مخوفاك من ردة فعل من موقف معين، ما فيش قلق، كل حاجة هتكون على ما يرام وكل حاجة هتكتمل معاك. طلع من دماغك طاقة الخوف، طاقة القلق، الحاجة اللي انت عايزها هتحصل عليها، سواء محبة او سعادة او شغل او دراسة. بس راقب افكارك بحيث ان انت دايما تفكر تفكير ايجابي، وابعد عن اي طاقة سلبية. يعني النصيحة بتاعت الكارت بيقولك ابعد عن اي طاقة سلبية، وامورك باذن الله كلها يعني الحاجة اللي انت عايزها هتتحقق، فما تخليش حاجة تقلقك او تسحبك لتفكير سلبي. السؤال التاني انت او الكارت التاني، انت في حاجة في دماغك يعني كنت بتسأل عليها وعايز تعرف اجابتها اه ولا لأ، فهي الاجابة يس، نعم. اذا كنت بتسأل على علاقة مثلا، الشخص ده راجع، الشخص ده ندمان عليا، اه ندمان عليك. إذا كنت بتسأل فيه شغل هتتوفق فيه، هتتوفق، فالإجابة يس إن شاء الله. الكارت التالت بيقولك you are ready، بيقولك إن أنت جاهز، وجاهز إن أنت يعني تخطو خطوات متقدمة في حياتك، وبيقولك كمان إن أنت كل التجارب اللي كانت في الماضي هي اللي وصلتك للحظة دي، بمعنى ان انت مريت بظروف كتير وبحاجات كتير، وده خلى روحك تبقى يعني تنمو اكتر من الاول، وكأنك انت عملت كل حاجة وجربت كل حاجة في حياتك، وانت دلوقتي مستعد تمشي لقدام ومتبصش وراك تاني. وحتى لو كان في حد في حياتك سابك ومشي، فانت دلوقتي عرفت قيمة نفسك، وعرفت انه مين اللي يستهلك ومين اللي ما يستهلكش، و حان الوقت ان انت تحط نفسك في المكان المناسب وتسيب الدنيا كلها بقلقها باضطراباتها وتركز على حياتك بس يا برج القوس. بصراحة نصيحة الكروت بتاعت الانسر دي جميلة جدا. تعالوا بقى اشوف لكم كروت الرومانس هتقول لنا ايه. بسم الله، هسحب لك 3 كروت للرومانس، شوف احوالك ايه. الكارت ادي تالت كارت ديسبشن. انا قلت بصوا بقى، في حد في حياتكم يا برج القوس بيديكوا وش، وهو من جواه في وش تاني خالص، حد بيبين حاجة عكس طبيعته، الشخص المخدع اللي طلعلك في الأول بيخدع برج القوس، بيخدع برج القوس، بيبين حاجة وهو من جواه حاجة تانية خالص، شخص لابس ماسك على وشه. اتجنب الخداع في العلاقة، ركز،
ما تكشفش عن حاجة للشخص ده لأنه شخص لابس قناع زائف، شخص مخادع، هو خدعك فعلا ومازال بيخدعك. ازاي بقى؟ حتى لو انتوا سبتوا بعض، هو مبين زي ما قلتلكوا انه مرتاح وانه مبسوط وانه انت مش همه وانه انت مش على باله، ولكن في القراية دي الكارت ده بيقول ان الشخص ده عكس كده، هو لا مرتاح ولا مبسوط ولا كان مبسوط بالاختيار اللي هو اختاره وسابك. ف يعني كأن الكارت الجاي أكد على كلامي، فعلا الشخص ده مش مرتاح ومش هيرتاح بصراحة. فيعني اطمن، إذا كان بيحاول مثلا يغيظك أو يبين عكس كده، ف يعني أنت كده تبقى كاشف ورقه، تبقى عارفه على حقيقته. طيب الكارت التاني challenge in your soulmate، استدعاء رفيق الروح. يعني صلواتك وتأكيداتك هتجمعك بالشخص اللي هيبقى رفيق روحك. كأنه الكارت ده بيقولك انه في ناس مروا في حياتك او في روحك او شاركت معاهم امور حلوة في حياتك التانية بقى، اللي هي ايه، عايز يقولك مش عارفة اوضحها لكم ازاي، بس كأنه روحكوا اتقابلت. يعني انت هتشوف شخص هتحس ان كأن روحك وروحه اتقابلوا قبل كده، وهتتفقوا، هتتفقوا روحيا لما تتقابلوا، وهيتلم شملكوا، وهيبقى في حب متبادل، وهيبقى في اتفاق متبادل بينك وبينه. الشخص ده ممكن يكون حد من اصحابك، حد من اسرتك، حد من زملائك في الشغل، ولكن هتكون العلاقة رومانسية. فصلواتك ودعائك لربنا هو اللي هيجمع بينك وبين الشخص ده. فالكارت بينصحك ان انت تفضل زي ما انت بتصلي وبتدعي، وربنا هيوفقك مع رفيق روح ومع حد يعني انت ترتاح له، وحد هيكون لك عوض من عند ربنا. طيب الكارت التالت بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا برج القوس ما تتحكمش في حاجة مش بتاعتك، الحاجة اللي ما تخصكش اتركها، ما تحطش في دماغك حاجة مش بتاعتك وتشغل نفسك بيها، ما تتحكمش في حاجة ما تخصكش. ليه؟ لأن ده هيحبط منك ومن نفسيتك وهيبطئ من تقدمك انت للأمام. الكارت بينصحك تتحمل مسؤولية نفسك وتسيب كل حاجة حواليك مالكش دعوة بيها، الحاجة اللي ما تخصكش مالكش دعوة بيها، وتركز على نفسك وتركز على حياتك. برج القوس شايفة ان شاء الله يعني القراية حلوة لحد ما، احسن من الفترات اللي فاتت، بدأت الامور معاك يكون فيها انفراجة ان شاء الله. و دي كانت قراية شهر سبتمبر، أتمنى يا رب القراية تكون عجبتكم حبايبي، ولو سمحتوا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب علشان أي فيديو جديد ينزل يوصل لكم بيه إشعار، ولايك وشير علشان كل مواليد برج القوس يشوفوا الفيديو، وما تنسوش تدخلوا على القوائم وتشوفوا المحفظة فيها كل الأبراج بتاعة شهر سبتمبر. وأشوفكم في فيديو جديد يا برج القوس.